هانتوما البنات شوفوا بالنسبه للسطون ديال منى تساوي البنات شوفوا ليا لي شال عرفتي راه واخا كنت التصوير راه ما عطيهمش حقهم حمقوني هذا هاد الكولور هادي كيسطيو بالنسبه للبوديات اللي كيسولوا عليهم ديال منى تساوي ها هو السطون ديالها هيا عندها البوديات عندها ما شاء الله سطون رائع حويجات كيحمقوا جابت موديلات جدادين ديال الشيلان ديال البوديات باقي نفسهم باقي نفس الموديلات وهنايا ملاصقه مع منى تساويل راها ملاصقه مع سطون ديال ميزون دي كلور ميزون دي كلور اللي خديت من عندها خديت مني وحده من عندها كدير لكم كاين لي فاز اللي بغيتو على حساب الشكل اللي كطلبوا كتوجدوا لكم ماشي ضروري تاخذوا غير من هذا الشيء اللي مكتوب ما بغيتش نشد الناس في هذا الشيء علاش انا جايه من هنايا بالنسبه للسطون ديال منى تساويل وديال ميزون دي فلور ها نتوما ها هو حدا دار التلميط ها هي دار التلميط وهذا المحل ديال الزرابي هما راه جاو اون فاس معاه شوفوا ما شاء الله البوديات هما اللوينات شوفوا هادو اللي بالديكرادي شحال دايرين هادو؟ هادو دابا نقصت منهم 30 درهم كانوا 150 دابا دايرهم الناس المحمديه 120 ها نتوما الناس المحمديه تهلات فيهم ياك مزيان غزال البلون ترونسبور خلاتو ما شاء الله ما شاء الله ها انتم شوف راه نشوف هذا شوف شوف هذا شوف هذا تساوي شحال غزال حلي حلي هذا ما شاء الله شوفوا هذا تساوي شحال غزال مناسبات هذا المناسبات ما ماشي ديال ولكن ديال اللي تلبسوا كل نهار وهذا راه موجودين الناس محبي منى تساويل اللي بغيت تعاون مع منى تساويل القلب الكبير السيده الرائعه السيده المكافحه انا كتعجبني كتعيط ليا كنجي لوجه الله كنجي لعندها والله العظيم ولو كنكون عيانه ما قداش وكنجي نساندها فاحنا دائما نشجعوا المراه المغربيه وهنايا البنات كيف كتشوفوا جبتكم عند ام الاء ام الاء ياك قالت لي انت كتواجدي في العريش ياك جايه من العريش مرحبا بك عندنا في المحمديه مرحبا والف مرحبا ها انتم البنات السلعه اللي جايبه ديالتها كيف كنقول لهم كنقول لهم انايا مع المراه المغربيه انا كنساند المراه المغربيه لوجه الله ماشي اشهار ماشي حتى شي حاجه انا من النوع اللي كنفرح للمراه اللي كتخدم على راسها وعلى وليداتها كيف كتشوف هاد لي بيجو تما ديالك هادو مامي شوب مامي شوب الغنيه على التعريف انا غنشدها لكم ها هي راه عندها قناه مامي شوب انا متتبعه ديالها غزاله وكتعجبيني امراه طيبه تبارك الله عليك تبارك الله عليك مامي شوب عندك عندك بيجامات ياك وعندي لي اكسسوار ديال بناتي تبارك الله ما شاء الله من الحاجه توب توب تبارك الله
المرأة تكون ديما عروسة في بيتها، ماشي ضروري أكيد. تكون مناسبة، ماشي ضروري تكون مناسبة. تبارك الله ما شاء الله، شوف هاد الماغون كتحمق، شوف هاد الماغون شحال غزالة، شوف البنات شوفوا كي دايرة، شوف غزالة كاليتي بخي كاليتي برودوي، شوفي هادي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله غزالة. هذه كاع حسن من الماغون عاد ثاني شي وحده كتمسك وحده ما شاء الله توسطا كاليتي باش تعرفي طايحته بالطيح غزال البنات غزال حاجه بالنسبه لي بخي ديال هادو 220 ما شاء الله في جبتي وفيهم من بيتي دماغش صراحه انت عارفه عارفه هذاك الشيء باش انت باش تعرفي السلعة ديال تركيا؟ لا ديال برا، ديال برا ديال اسبانيا وفرنسا ما شاء الله تبارك الله كيغليو بزاف بصح داكشي العراب وكي عندهم العراب بصح كاين حتى هاد لا ماتيير هادي اللي كيبغي اييه اللي كيبغي شي حاجه اللي تشرب له العرق اولا شي حاجه تيلي مبرده ما شاء الله عندها بيجامات غزالي انا بيت مني شفت بيجامات اللي كنتو كتحطيتي ومولا التاويل ما شاء الله غزالي تبارك الله دخلوا وين وين راه صورتها كاع ما صورتها محلوله غزاله تبارك الله حتى لا كولور غزاله عرفتي رتبها نازل عرفتي ومبرده مبرده 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 هذه خفيفه بزاف ومبرده تماما صح داك الشيء اللي كاين ان شاء الله دخلوا البنات دخلوا ليا عند مامي شوب هاد السيده غزاله دخلوا عندها الله يخطيك الله يعاونكم ربي معكم ان شاء الله الله يسر امركم لله وبالنسبه للانستغرام ديال السيده اللي قلت لكم ام الاء هي هو هذا مع شواطح ولا لا هنا يا بنات جبتكم عند لمياء هاد السيده هادي راه كاينه في المحمديه الجوطيه في المحمديه راه الاتحاد الباب ديال الاتحاد الزنقه الاول حدا العطار حدا العطار غنخلي لكم النمره التليفون اللي جا مرحبا صافي نكسبها ان شاء الله شوفوا البنات هادو 60 درهم ما شاء الله ما شاء الله راه عندها الانستغرام راه كنت دائما كنحطها في الانستغرام قلت لها شوفي دائما كنحطك في الانستغرام حتى دابا غنصور اليوتيوب وغنحط لكم الرقم ديالها والناس المحمديه يمشيو عندها للجوطيه شوفوا هادو دابا اللي كتورينا ديال 60 درهم ياك لمياء 60 غزالي غزالي اللي ما بغاش يتبرد والله العظيم هادو 80 هادو كلشي 60 باقي صحابي وصلتي ديال 80 غزالين تبارك الله شوفوا بيجامات هادو كيجيو مقزبين كيتلبسوا مقزبين هادو كلشي البنات 60 درهم ورينا ديال 80 درهم على 100 شوفوا تبارك ما شاء الله فنه 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 هادي هاد القصيبيه غزاله تبارك الله هادو طويولين شويه على هادوك ديال 60 درهم كاين لو شوا كاين تبارك الله فاش تختاروا شوفوا الكسيوه اللي لابسه ديها اللي شافها معلقه يحقرها هذه اللي لابسه ديري 100 درهم راه ما كاينين معلقين تما ما بغيتش نشد الناس ها هي 100 درهم كسيوه كتجي غزاله بارده صبنتيها لمياء ما كيشرب ما والو تبصريش بخير ما كيشرب ما والو لا السلعه ديالك غزاله ما شاء الله شوفي هادو 130 درهم البنات شوفوا كي دايرين هادو كسيوات ديال الخروج ديال الدار هادو بالكول هادو بالكول غزالين تما كيجيو غزالين هادو ديال الكول والله العظيم الا داروا فينا خير بهاد الكسيوات هادو ما شاء الله الواحد كيخرج كدوشي وكتلوح عليك ديك الكسيوه وكتخرجي مبرده مع راسك هانتوما كاين كاين لو شوا كاين لو شوا ما شاء الله والهيها كاينين ديال 150 هادو كلشي باقي ديال 130 درهم هادو 130 درهم هادو ما شاء الله هذه عجباتني هذه غزاله غزيوله غزيوله اللوينات اللي فيها فنين هادشي كلشي ديال 130 درهم اللي كتوريني دابا هادو دابا اللي كتجبد هادو 150 درهم هادو واقيلا طوالين بزاف عليهم ياك هادو المحتجبات اللي كتكون دايره الزيت ديالها طوالين ولي مونشا هما طوالين وهادو 930 راه قلت لكم هادو 3 كار كميمات ديالهم 3 كار
البنات راه ما كاينين اسواق السلام محمديه، راني كنقولها دائما في الاول وفي الاخر، وكيبقاو كيبقاو يقولوا لي البنات فين فين فين. هل هذا ديال لمياء، البانو ديال لمياء كتشوفوا ها زيرو تما نمره التليفون لمياء بيجاما، راه عندها في الشرقيه محل الباب ديال الاتحاد كيف قالت لكم، ما شاء الله راه عندها سلعه زوينه والسيده الله يعمر ليها الدار. هما تشد لكم الموديلات 900 درهم شوفوا، شوفوا لي هاد الموديلات تاع هما، عرفتي الحاجه راه حتى كتلبس. شوف هاد لاكولور هادي غزاله، هادي مباشره فن. كاينين هاد الموديلات، سمحي لينا لاله الله هادي سمحي لينا انتيا. شوف هاد الموديلات، هادو البنات 100 درهم. لا مبردين مبردين مبردين، ها انت يجيو عندك الناس الجنطيه ولا لهنايا تهلاي فيهم، هنا راه عندهم غير ربع ايام البنات، ولكن لمياء راه دائما تلقاوها في الجنطيه الا ما كانتش هي كيكون الزوج ديالها واحد السيد طيب الله يعمر ليه الدار. راه شي جوج المرات كنت مشيت لعنده وغزال راجلك تبارك الله، معامله ولد الناس سلمي لي عليه، سلمي لي عليه تبارك الله عليك، الله يعاونكم. امين. اذا محاملين على عيشه حنا بحال هذا اختي، ها يدور شوف انا هاد الناس هادو حطيت معاهم في ستوند سيدي معروف وفي غالغي بن عمر. دابا بغيناك تحطي معانا من اطيب خلق الله هاد السيده هادي، وكاع الناس اللي صورت ليهم والله العظيم بيت ليا حطيت معاهم، وكانت معامله رائعه، الناس طيبين الحمد لله اللي باقي الناس بحال هكا والله العظيم. شوفي سعيده مرحبا بك، انت الاولى معانا مرحبا بك، انت قبل اي واحد مرحبا بك. الله يكبر بك الله يخطيك. اها فيها ليكيداسيون، هذه هادو ليكيداسيون راه غادي لتركيا خصنا ليكيداسيون ان شاء الله يا ربي. مزيان مزيان صح، ليكيدي السلعه اللي عندك باش تجيبي سلعه اخرى جديده. ليكيداسيون ان شاء الله هاد السلعه هذه، ها انتم شوفوا ليكيداسيون. سلطانه ما كايناش بغيت نصور، ها هي دابا تجي ان شاء الله نصور لها فيديو. شوفي الطبعه غزالين ديال الشوكولاته زوينين، الله يسخر لك هنا لي تي شارت ديال تركيا. شحال قلتي عايشه السروال؟ 80 درهم. والله لا لا مخيه هذا 100 درهم، 100 درهم هذا الامر ما شاء الله. لا ان شاء الله يسخر لك، شكرا الله يسخر لك. هذيك هذيك هو التاول ديالها، هذا الخوات ديال سمون خوات ديال السروال والكسيوه اللي فيها الغريضه في البيج، البيج هذه وسير كبير عندك فيها دوز. هذه غزاله، هذه بقات عندي وحده. الله يسخر عائشه، الله يسخر، الله يسخر لك، الله يسخر ديالها ديال. شفتي سعيده؟ دابا الله سمعت السيده كتهضر قالت لي هاد السلامات اللي شديتي دابا يا على قبل هاد البرودوي هذا، قالت من بعد كدير من بعد ما كدير الفيلاسيون كدهنيها، كتبقى تدهنها كتفرش الغبه كتموس. هذا هذا اللي شاده عليه انا، هذا ما كتبقاش ما كتبقاش. هادو الطحالب، هادو الطحالب، هادو من بعد شفتي ليها قبيله. هذه هذه زيت سيل سا غالونتي لا روبوس دي فوال، كديرها مور ليبيلاسيون الغازاج. هي هادشي اللي قالت لي السيده اللي خداته دابا، ما تخليش حتى لو بوا ديالو غزال، كيديرهم مزيان لي زويل. عندي فيجيتال كاملين بريسيون افخوا وبيرج كاع لي زوين عندي كاع. دابا انا تي شفت السيده شكرات راه المكمله شديتيها في الشاريه شديتيها في يديها. بالنسبه للبنات هذه هذه قالت لكم من تديروا بحال هكا الغازاز ولا ولا قولي لي لاسياك ولا حلاوه. هذه الطحالب هذه ديال السعد، هذه ديال السعد، هذه واحد النبته كاينه كناخذ منها الزيت ديالها كتغالونتي لا روبوس دي بوال، كديرها مور لاسير ولا مور الغازاج ما كتخليش الزغب يطلع. وبالنسبه للناس الكازا، السيده راه كاينه في كازا. شنو الانستغرام ديالك قلتي لي؟ اوزناتيك، اوزناتيك. وعندي الانفال كسريه الانفال في بوسيجور. مرحبا بكم. وبالنسبه لهذا ديال الطحالب شنو تيدار؟ هذا ديال ليزان عادي يمكن لكم
ندوشو من بعد شي بلاش سعد. سعد هذا النبات سميتو السعد، وهذا اللي صورنا قبيله الطحالب ديال الحليب. هادو ديال ليزالك، هذا زيت ديال اي 10 ديال ليزال. بالنسبه لهذا انا مجربه، هذا سعيد والله العظيم الا انا مجربه. هذا ماسك، هذا تبارك الله عليهم لارجيل، هذا الطين، طين اخضر طين ابيض. هذا تبارك الله هو ميلونج، هذا ديال الابيض الطين الابيض، ولكن راه رائع رائع بكل مقاييس. والناس اللي عندهم البشره جافه ناشفه، هذا الشمش هذه خاصك ضروري تعاوني البشره ديالك. هذا راه دير ماسك في الدار شي حاجه اللي غساله البشره دهنيه، يدير بلارجيل هايا بشره عاديه دهنيه والفير البشره الجافه بحال ديالي. ها هو رائع. بالنسبه لهذا المقشر ديال القدمين ديال الرمال، هذا راه ديالها هي، ولكن راه ما شاء الله هذا راه لقى واحد الصدى رائع ورائع في المعارض اللي كنا شحال هذه خدامين فيهم. بالنسبه لهذا راه فيه واحد القضيه بانه تحيد ديك التشققات اللي في القدم، ياك شي حاجه تيرطب او ميم طون تيغومي تحيد لا كون. ما شاء الله عليك، الله يحفظك لحبابي. وهنايا البنات جاتكم عند بيست تيغوار سيرفيس، هاد السيده اللي كاين كان فايت ليا خديت من عندها داك المجفف ديال الباربه، الباربه المجففه اللي كنتصاوص بها الحلوه اللي هي كاطو ريد فيلفيت، هي هذه رائعه وكنتو بزاف سولتوني عليها. اللي بغاها البنات ها هي، عاوتاني ها هي بنجر احمر مجفف اللي سولتوني عليها البنات، راه هي هذه راه كتواجد دابا في اسواق السلام محمديه. ما شاء الله عندها كل شيء طبيعي، كل شيء مخدوم باليد ما شاء الله. ماشي القضيه ديالنا غير ياك صحاب واش ديال شوفوا البنات، هذه زهره الملح شنو قلت لنا واحد ديال وزان بريكشا اكزاكتو بريكشا 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 فيلاج وزان هادي حسن من الهيمالايا كاع غنيه بالاملاح حتى الماليزيا. شوفوا البنات باش ما باش ما تقولوش كنشكروا في هذا البرودوي، اصلا قلتوا لي ماشي ديالكم. لا ماشي ديالكم ماشي ديالكم فوالا، غير انا ملي كتعجبني شي حاجه كنبغي نقولها لكم، يعني راه البرودوي ماشي ديالهم وجايبينه وقالوا لي جربيه وغادي تشوفي. قالوا لك حسن من ملح الهيمالايا اللي انا راكم كتشوفوني في الطياب كنستعملها كنصور بها قدامكم، كنعرفها هي اللي مزيانه. كتكون سو فورم دو بايات هكذا، ماشي حبيبات ماشي حبيبات، وكتجمع بحال اون كريم فوق الماء. الارض تيكون فيها ملحه الحيه، تيديروا فوق منها واحد لاكوش ديال الماء فيها جوج سنتيم، والريح والشمس خصهم يكونوا مضبوطين، ديك الملحه اللي في الارض تطلع لوجه هذا الماء، تتيبس تيحيدوها بحال شي كريم. بحال كريم ثلاث شهور ما شاء الله. بحال دابا باش دابا حتى الناس كيشوفوا حتى الامكانيات، مثلا بحال دابا هي هذه شحال فيها من غرام؟ هذه 100 غرام. 100 غرام شحال كدير؟ شحال كدير؟ انا تنبيع حاب 30 درهم 30 درهم وهي القيمه ديالها ما نديرش فوالا. راه والله العظيم الا كان شوفي قالها قالها الدكتور فايد قال لك استثمروا في صحتكم قالها، وفعلا فعلا حنا كنبقاو نتسقرموا لا حيت عليا الملحه دايره غير درهم، الملحه دايره راه صحتنا هذه عامره بالسم وعامره باليود. ما دايريش القياس ديالو، تيعطيو الكميات اللي كتمرضي ملي كتمرضي شحال شحال كتخسر عليها راسك في التحاليل. فاش الانسان فيما كيلقى الحوايج جات ليه ما طبيعيين، انا راه ما شاء الله واخده من عندهم بزاف ديال لي برودوي طبيعيين البنات، والله العظيم كنحلف عن الصدق. هاد الناس راه ولاو معرفه بحال عائلتي اللي زعما كاينة، ماشي غير كنجي وكنشكر، وراه ولاو عندهم حتى عبايات اللي ديال جايين من الامارات، ياك كاينين ديال 500 درهم كاينين ديال 600 درهم، ولكن اش نقول لكم واحد التواب عرفتي الصراحه غتصد تشدي ليا. هانتوما البنات شوفوا العبايه ما شاء الله كي دايره ما شاء الله، وريني الاخرى شوفوا الخدمه كي دايره شوف كي داير شوف كي داير الخدمه ما شاء الله، رغم ان التصوير راه ما عطيهاش حقها كتحمق. هذه جات بهاد لي بايات غير لتحت صافي، هادو ديال 600 درهم، عاد كاينين ديال بحال دابا هذه اللي قلت لي 500 هذه 600 حتى هي شوف كي دايره ما شاء الله. عاد كاينين شوفوا الحاجه كيخصكم تجيو تشوفوها مباشره، هذه 500 درهم ما كنبغيش نطلع باش ما نشدش الناس، ولكن راه الثوب يا سلام، رغم انها عبايه كحله تلبسيها ولو كينصاد لحقاش الثوب ما شاء الله طايح. زال زال تبارك الله عليكم.
هذه الطماطم مجففه حتى هي ياك مطيشه غنخرج كده بسم الله راه غنضرب الطروي سوريز طماط سوريز هذه الفلفله هذه الفلفله حلوه كنت خديتها من عندكم وكنت صاوبت بها واحد عمرت بها واحد الكغاطون جات كتحمر غزاله تبارك الله عليكم كاين ليمون هكا كاين طونكلوموس حامض ما بقاليش كاين معدنوس ناشف ها هو معدنوس هي كاين الخلطات ديال الطياب طاجين حوت بيتزا كفته شاورما جرباهم زعنا وما نعطيكش ياك الزهر ما شاء الله شميش الله الله يا سلام دونك كاين زعتر ازير مقطرين القرنفه كما قلت لك لا لا واخده منهم واخده منهم ومجرباهم رائعين رائعين ما شاء الله عليكم حميره مجففه طائيه طبيعيه هذه ما والعطريه الكلاسيكيه الله يسخر لكم يا ربي تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك شوما البنات شفتكم معدات الغزاله هذه كنت راني خدمت مع ماماك في ستوند ديال الاميرات وفي قال غير بن عمر ياك قال غير بن عمر في الاميرات طيب هاد المره الله يعمر ليها الدار الله يحفظها لك الله يحفظها لك شوفوا راه عندها السلعه مرحبا الله يلاه يخطاك عندها السلعه ديال الامارات شوفوا ما شاء الله ها هادو ديال مصر عندها السلعه كيف قالت لك ديال مصر وديال الامارات ولكن راه عندها شي حويجات طوب طوب شوفوا لي كولور حنا كنحمر الحماق في المناسبات على هاد اللوينات هادو وحتى الخدمه ديالهم هاد النواغ غايا كتجبد كانت كتجبد ليا النواغ غا شافتني مشيت لذاك الشيء غزاله تبارك الله حتى انا عرفتها من البعد عرفتها غتكون زوينه وديال هناويه ديال المناسبات ما شاء الله فنين شفتو تبارك الله شفتو ملي كتحركيها طايح غير بوحدو تبارك الله ما شاء الله عندها المخاور البنات كنت عقلتو فاش كنت انايا كنت كنبيع المخاور شحال من وحده قالت لي سعيده بغينا المخاور ها هي هاد السيده كتجيب سلعه ديال الامارات ياك مخاور ديال الامارات جوهرة ديال الحريصه هي الامارات ديال الامارات ها انتم البنات الانستغرام ديالها عباية بيت الخليج راه كان فيه كي صورت لكم عندها راه كان فيه كي صورت لكم عندها البنات عباية بيت الخليج عندها كسيواس ديال مصر اللي متبع منى التاويل راه غادي يشوف غيشوفها هي وهاد السيده هادي دابا اللي راني شاده راها كانت هي وياها في مصر سارينا معاكم في مصر والله حتى تساريت معاكم والله العظيم تبارك الله عليكم ما شاء الله شي غزاله هادشي ما شاء الله غزالين تبارك الله وانتم الناس اللي جاوا عندكم من عندي تهلاو فيهم الحاجه تهلاي ليا في الناس اللي غيجيو عندكم وحتى انا والله ما كنصور لاي واحد كنصور الناس اللي كنعرفهم والله العظيم ماشي زعما غير كنهضر بس كنصور ان شاء الله ان شاء الله الله يكبر بك الله يكبر بك الحبيبه اللي ريحه طيب ما شاء الله غزالين هذا غزالين تبارك الله هادو تركيا هيا هادو ديال تركيا البنات كيف كتشوفوا شوفوا هادو اللي فيها انا كنصور موس ماهر دايز ها هو هشام تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم
سميتها غير شي عروسه. تبارك الله غزالين ما شاء الله. شفتكم عند هاد السيده هادي اوبيوتي الانستغرام ديالها اوبيوتي. ما شاء الله شكرات ليا منى تسالي شكرات ليا البرودوي ديالها مزيان مزيان. عرفتي راه شكرات ليا كذب انت ما كنتيش الصراحه منى شكرات ليا لي برودوي ديالك هذاك الحريق ديال الراس ولي لي برودوي تاع هما يا وحدين اخرين الاتميد دونتي سيرن ها هو هانتوما هذا القنودة كديرها في لي دو سيرن كولاجين ناتوريل سي ان انتي ريد ريدو زروقيه ونفخ ديال السعر لا تخدم في واحد هذاك الرجيلات كيبان لي الرجيلات كيحيد التشققات دخل الاتمد ها هو اي عاودت لي عليه منى اي هذا عاودت لي عليه منى ما شاء الله اه الوغ كيصفي العين الناس اللي عندهم حساسيه ما كاين حتى شي مشكل وحتى لابو ديالك ما شاء الله شفتك بعين الرحمه كديري هاد لي برودوي ياك عن صدق بيني وبينكم عن صدق انا راه ما تعطينيش عمري شحال تعطيني في عمري ما شاء الله اونلاين شحال تعطيني نعطيك ديك 40 اجي نقول لك 40 ما تسمعوني انا بعمري 50 عام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انا نحمق على الحوايج اللي هما كل ما هو طبيعي انا عرفتي انا باش خارجه على راسي وكل شيء كيخاصم عليا كنشرب قهوه بزاف والقهوه كتقتلني في مصارن عرفتي لدرجه كتعصرني كتزرقني وكيقولوا لي انا عندي لابو بيبي بو بيبي كيف آه. بو انا راه 51 راه كبر منك ولكن خارج عليا القهوه الله يعفو عليا منا حتي كنشربها بالحليب معليش داكشي نكملوا في لي برودوي ديالنا الوغ هذا تزنيقه تزنيقه طبيعيه انتم شوفوا هذا راه كريمو كيخلي تزنيقه ناتوريل شوفوا نقطه وحده وكتستومبيها بالبانسو ديالك كتبقى واتر بروف هذه حتى السيده اللي كانت واقفه قبيله هذيك السيده عندك جيتي لقيتيها راه يلا كتخلصات هذاك الشيء هذه قام ديال الحلزون لا فيها لا باب استقولها هي لغونيك الحلزون راه غني عن التعريف زايدين فيها لي اها لي اها هما احمد الفواكه اللي كيصفيو لنا البشره انا كنت دوزت واحد الفون دو تان ديال البابوش هذا الحلزون ما شاء الله سي لا كولاجين اصاحبي ما شاء الله جاي نيتوايون ها هو اسكابو انتوما ودايرين تا لو ميسيلر اوسي نيتواياج وداكشي ولو فامو اكرون توتال راه مزال كديري فيه شي شويه فون دو اكرون توتال وهاد الناس راه هما سيرتيفي البنات كيف قلنا ملي كتكون شي حاجه اللي هي سيرتيفي يعني ما عندنا مناش نخافوا هذا صابون الماعز صابون الماعز هذا ديال ورق الغار هذا عجيب البنات ورق الغار سيدنا موسى يا سلام هذا راه تنظيف للطاقه البنات تنظيف للطاقه ورق سيدنا موسى معروف قراو في جوجل الله يرضي عليك أيوه. ورق سيدنا موسى كينظف لنا الطاقه وينظف الهاله تماما انا كنت سمعت هذا ورق سيدنا موسى قالك تروحيه في القيا ملي ديري العود ديالك او قبل ما ديري العود قالك ديري ورق سيدنا موسى اي سامعاها اي سامعاها حنا درنا لكم صابون باش كتغسلي به باش تغسلي به ذاتك بيان سور غادي كتقطع على اربعه الصابونات ما شاء الله بصح عرفتي شحال تدي هادي شوفي كل ما هو طبيعي شوفي سبحان الله بدينا كنرجعوا شوفي بدينا كنوعاو بدينا كنرجعوا لكل ما هو طبيعي والله العظيم كنا في حاجه كنا في حاجه لهذا الشيء والحمد لله الناس بدات كتوعى فانا بالناس كيف كتعرفوني مصداقيه ثم المصداقيه ما نجيبش لكم شي حاجه اللي ماشي هي افيكاس هذا ديال السنينات هذا تا هو هذا السنينات تا هو اي تا هو جربات منى عاودات عليا وهذا الماسكارا اللي كيقوي الحجبان والشفران ما فيش اللون ولكن كيقوي يعني سي ان سوان سي با سو ماسكارا وهذا ويل بروديجيوز اللي كديري مور الحمام يا سلام ريحه مزيونه هيدراتاسيون ولكن ساش سي تويل ساش
ماشي مزيته ماشي مزيته فهمتي الدهنيه ما كتبقى الحيمه ديالك ما مزيته خير خير ما شاء الله تبارك الله عليكم واللهم يسر وان شاء الله نشوفكم وكاع كلكم اللي دايرين هاد لي برودوي كوزميتيك نشوفكم دائما ان شاء الله الفوق الفوق الله ودي مرحبا مرحبا حبيبه مرحبا لي مرحبا بك الله ودي الله يخطيك